السلام عليكم، مع هذه الحصة السابعة كيف أقي أعضاء حواسي. هدف تعلمي أعي السلوكات المضرة بحواسي، كمثلا هذا السلوك. هذا الطفل يستمع إلى الموسيقى والموسيقى بصوت يعني مرتفع جدا وقوي، يضر بذلك نفسه وأذنه وأسرته وجيرانه، وهذه السلوكات يجب أن نتجنبها. يعني بعض الأطفال تجدهم تديروا الموسيقى وتشعلوا لها بزاف بالجد، وتضر بها الجيران ويضر بها الأنفس ديالهم ويضر بها حتى الأسرة ديالهم. لهذا خصنا نتجنبوها. هنا التساؤل، إذن شنو هما الأشياء اللي يقدروا يضروا بالحواس ديالنا الخمس؟ من الأشياء اللي غادي تضرنا؟ أبين كيف أقي أعضاء حواسي. من الأشياء اللي غتضر الحواس ديالنا مثلا، هل هذه القراءة مثلا تضر؟ هل القراءة تضر؟ طبعا أنتم متفقين بأن القراءة مفيدة جدا وأنها لا تضر، ولكن هذا هل هو مضر؟ طبعا هذا يستمع إلى الموسيقى يعني إذن هذا سلوك مضر، سلوك مضر، في حين أن هذا السلوك كذلك مضر، يوضع يده في النار، ده سلوك مضر. ما خصناش نقربوا البريكة مثلا، كاين بعض الأطفال ما يقربوش البريكة بثاثا، يعني لأن البريكة تشكل خطر كبير لا عليه هو لا على الأسرة دياله. ما خصناش نشعلوها نهائيا. وكذلك هنا العينين ديالنا نقربوا التلفزة بهذه الطريقة، تنسببوا في التلف ديال العين وحاسة البصر. هنا حاسة اللمس، تنأديو اليد ديالنا وحاسة اللمس. هنا تنأديو الأذن ديالنا وحاسة السمع. هنا بالعكس مفيدة لحاسة البصر ولجميع الحواس. هنا كذلك هذا يأكل شيء، ربما شوفوا الشيء ياكل مزيان. هذا وضع قطعة حديد في فمه، وهذا سلوك كذلك مضر، سلوك مضر، سلوك مضر. يجب أن نتجنب مثل هذه السلوكات. إذا مثل هذه السلوكات يجب أن نتجنبها. إذا الآن مع أستخلص، حواسي تقيني من عدة أخطار، حواسي تقيني من عدة أخطار. طبعا حواسي تقيني من عدة أخطار كما رأينا مع حاسة السمع والشاحنة التي نبهت الطفلة التي كانت تمر بالشارع. شفنا في حصة سابقة أن واحد الطفلة كانت غادية في تقطع الشانطي، وجات واحد الشاحنة نبهتها. كل ما ديك الحاسة اللي خلق الله عز وجل لديك البنت حاسة السمع، كون غادي تضرب هذيك الشاحنة، ولكن حفظها الله عز وجل بواسطة حاسة السمع. لهذا هي المعنى ديال هذه الكلمة، حواسي تقيني من عدة أخطار، وحافظ على سلامة حواسي بتجنب كل ما يضر بها. إذا تنحافظ على السلامة باش تبقى دائما الحواس ديالي سالمة، تنحافظ عليها بتجنب كل ما يضر بها، كما هادشي اللي شفنا في هاد الصورة وهاد الصورة وهاد الصورة وهاد الصورة. سلامة هي سيكوريتي، سيكوريتي، لا سيكوريتي. هنا أطبق، ألون بالأحمر بطاقات الحواس المستعملة لتعرف الخطر، ألون بالأحمر بطاقات الحواس المستعملة لتعرف الخطر. طبعا هنا الحاسة المستعملة هنا في هذه الصورة هي حاسة
الأذن، إذا نلون هذا، نلونها بلون مثلا بالأحمر. هم طلبوا أن نلون بالأحمر، إذا نأخذ الملون ونلون هذه المنطقة، هذا المكان. هكذا. أها. ثم بعد ذلك هنا، ما هي الحاسة؟ يعني كيف يتعرف الطفل أن هذا الماء ساخن؟ كيف يعرف هذا واش هذا الماء سخون؟ بأي حاسة؟ بحاسة ماذا؟ بالشم أو باللمس أو باللسان؟ طبعا باللمس. هنا كذلك، هذا ينظر، هذا ينظر، ينظر إلى السيارة، إذن استعمل عينيه. وممكن أن يستعمل كذلك أذنه إذا كانت نبه، إذا نبهه السائق بواسطة منبه السيارة. هنا هذه استشعرت الرائحة، رائحة الدخان بماذا؟ بالأنف أو باليد أو بالعين؟ طبعا بالأنف. إذا أنتم كذلك لونوا هذه الخانات. إذا نأتي هنا نهاية الحصص. أنا مع إذا ننهي هذا المقطع.